في الحقيقة من أسبوع أو أسبوعين وشوية كده كان في كلام بيتقال إن شهر يوليو هو الأكثر سخونة على الكوكب بشكل عام، وبعدين لما بدأت درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي في أول أسبوع في أغسطس، قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال كلام في منتهى الأهمية، كلام يبدو إن هو صادم بس هو كلام حقيقي وكلام واقعي. قال إيه؟ قال إن انتهى عصر الاحتباس الحراري وحان عصر الغليان العالمي. يعني إحنا دلوقتي بنعيش في الغلاية، وأعتقد إن الكل حاسس بده تحديداً وشايفين درجات الحرارة المرتفعة، وده نفس الكلام اللي قالته منظمة الأرصاد العالمية. والحقيقة لما تركز في هذه التصريحات ومضمون هذا الكلام هتجد إن هو انعكاس حقيقي للي بيحصل نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة المرتفعة جداً في معظم دول العالم، وهنا بنتكلم على معظم إن لم يكن كل دول العالم ولا نستثني منها أحد، بنتكلم على أمريكا الشمالية، بنتكلم على آسيا، بنتكلم على أوروبا، كمان بنتكلم على منطقتنا، بنتكلم على القارة الإفريقية تحديداً، وده أمر محتاج لتكاتف، وهنا بنتكلم على تكاتف دولي لمواجهة هذه الظاهرة اللي مش بس بتأثر على صحتنا لكن كمان بتأثر على الأمن الغذائي العالمي، أمن الطاقة، الموارد المائية، لأن ارتفاع درجات الحرارة بيأثر بشكل مباشر على المزروعات وبيأثر على المحصول، وإحنا بنتكلم يمكن المشكلة الحالية هي مشكلة أمن غذائي موجودة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، لكن على الأقل متوفرة وفي صعوبة في نقلها. لكن لما نتكلم في تغيرات مناخية بنتكلم في إن المحصول نفسه مش هيكون موجود، فبالتالي يعني لا قدر الله، مش عاوز أكون صادم يعني على الصبح، لكن هنلاقي إن المشكلة الحقيقية بقت حرب غذاء. احنا داخلين في حرب مياه. ليه؟ علشان ما بقاش فيه مية تكفي الكوكب بشكل عام والسكان اللي موجودين بشكل عام، فبالتالي هيبقى فيه مشاكل بسبب نقص هذه الموارد كلها. فمحتاج الأمر يكون فيه تكاتف. كنا من فترة بنحذر وبنتكلم في مؤتمر كوب 27 تحديداً اللي كان بيقام هنا في مصر في مدينة السلام شرم الشيخ المدينة الخضراء، وكنا بنتكلم على التهديدات، وكنا بنتكلم على لابد من التكاتف المجتمعي والتكاتف الدولي علشان نتصدى لهذه الظاهرة. النهاردة زي ما قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كنا بنتكلم على احتباس حراري، انتهت ظاهرة الاحتباس الحراري وأصبح الأمر واقعاً يعيش فيه كل، مش هقول المصريين، بيعيش فيه كل سكان العالم، وهي ظاهرة الغليان الحراري. زي ما شفنا أعتقد وعايشين كلنا وشايفين درجات الحرارة وشايفين الصيف مختلف عن يعني أي صيف عدى في الأعوام السابقة، ولكن ده نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري اللي تحولت إلى غليان حراري. كل ما يرتبط بحياة الإنسان أصبح في خطر. علشان كده احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر عندنا فقرة مهمة جدا عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل، وإزاي نقدر اللي احنا نواجه هذه الأزمة. دوري أنا كفرد إيه؟ لأنه الموضوع مش فقط دور دول ودور حكومات ومؤسسات، احنا بنتكلم في ظاهرة لابد أن يتصدى لها الجميع. فنعرف كمان في فقرتنا إيه دورنا احنا كأفراد، إيه الإجراءات اللي محتاجينها علشان مستوى العالم للتكيف مع التغيرات المناخية يبقى مناسب إلى حد ما وما يبقاش فيه تفاقم لظاهرة الغليان الحراري اللي احنا بنشوفها. لكن على أي حال احنا بنتكلم هو شهر من شهور الصيف، ربنا يعديه بسلام وما يبقاش بقيت يعني شهور السنة بهذا الأمر. إن شاء الله يعني الأمر هيعدي ولسه في أمل طول ما احنا موجودين وبنتنفس على الأرض. بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.